السلام عليكم أخواتي إخواني متابعي قناة الصحة الغذائية. اليوم إن شاء الله سنتطرق إلى الفرق بين الزعتر والزيترة وفوائدهما. إذا سنحاول أن نجيب على الأسئلة التالية: ما هو الفرق بين الزعتر والزيترة؟ ما هي فوائد الزيترة على صحة الإنسان؟ ما هي فوائد الزعتر على صحة الإنسان؟ ما هي فوائد زيوت الزعتر على الشعر؟ وبماذا ننصح عند الطهي بالأعشاب؟ إذا ما هو الفرق بين الزعتر والزيترة؟ يعد الزعتر نباتا تنمو أوراقه بحجم صغير على مجموعات من السيقان الرقيقة، إذ يستخدم في موسم نموه في جميع أنواع الأطباق، كما أنها من فصيلة الأعشاب الشائعة مثل إكليل جبل أزير، وهو مناسب لكل نظام غذائي ونادر ما يعد مادة مسببة للحساسية. أما الزيترة فيطلق عليها اسم أوريغانو، وهي شجيرة صغيرة عطرية ذات ساق متفرعة تنبت بأوراق رمادية مخضرة وزهور وردية أو بيضاء عندما تنضج. وينمو نبات الزيترة في مناخ البحر الأبيض المتوسط الدافئ إلى حد ما على مدار السنة، بينما نادرا ما ينمو في أمريكا الشمالية بسبب ظروف الجو الباردة. كما يحمل معنى اسم الأوريغانو باللغة الإسبانية معنى جبل الفرح، ويضاف إلى مجموعة متنوعة من الأطباق، وفي بعض الدول يطلق عليه اسم المرداقوش. ما هي فوائد الزيترة على صحة الإنسان؟ تستخدم الزيترة في الأدوية العشبية منذ فترة طويلة، وسنذكر بعضا من فوائدها التي تعالج بعض الأمراض. منها أنها تحتوي أي الزيترة على مركب أساسي مضاد للجراثيم يسمى كارباكرول، وقد أظهرت العشبة نشاطا مضادا للميكروبات في عدد من الدراسات، فوجد عدد من الباحثين أن الزيوت العطرية الفعالة ضد 44 سلالة من مسببات الأمراض الليستيرية الغذائية. تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، فقد حدد علماء من ألمانيا وسويسرا عنصرا نشطا في الزيترة يسمى باسم بيتا كاروفلين أو بي سي بي، إذ يساعد في علاج عديد من الأمراض مثل هشاشة العظام تصلب الشرايين. تحتوي على مواد تساعد في حماية الجسم من السرطان، فيمكن أن تساعد في منع وعلاج سرطان الثدي عن طريق إبطاء أو منع انتشاره. تحتوي أيضا على فوائد صحية تعالج القروح وآلام عضلات، وكذلك حب الشباب وقشرة الرأس والتهاب القصبات ووجع الأسنان والانتفاخ والصداع وأمراض القلب، وكذلك الحساسية والطفيلات المعوية ووجع الأذن والتهاب الحلق. الآن ما هي فوائد الزعتر على صحة الإنسان؟ يحتوي الزعتر أو السعتر على فوائد صحية لجسم الإنسان، منها نذكر مثلا أنه يخفض من ضغط الدم ويقلل من معدلات ضربات القلب بشكل كبير، يوقف السعال فهو علاج طبيعي في تخفيف السعال والتهابات القصبات الهوائية الحادة بفضل أوراقه، يعزز المناعة وهذا ما نحتاجه هذه الأيام خصوصا ونحن ملتزمون بالحجر الصحي حتى نتفادى ونتجنب بإذن الله تفشي مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا. فهو يحتوي على فيتامين سي، لذا يساعد الزعتر على استعادة الصحة بشكل أفضل. إضافة لذلك فهو مصدر جيد للنحاس والألياف والحديد والمنغنيز، لذلك يعد الزعتر ذا رائحة طيبة بفضل خصائصه المطهرة والمضادة للفطريات، فهو عنصر شائع في غسول الفم وكذلك مزيل روائح طبيعية. يعزز المزاج بسبب مادة السيموفينول الفعالة التي تؤثر على نشاط الخلايا العصبية والتي تعمل على تعزيز شعور الأشخاص بالسعادة. يستخدم الزعتر أخواتي إخواني في المأكولات وهذا معروف، ويضفي الطعم جيد لبعض المأكولات. الآن ما هي فوائد زيوت الزعتر على الشعر؟ يشجع زيت الزعتر الأساسي على نمو الشعر بالإضافة إلى مكافحة مشاكل الشعر المختلفة، ومنه فإنه يحفز كذلك من نمو الشعر ويجعله أكثر حيوية. فالعناصر الغذائية الموجودة أخوتي إخواني في الزعتر تتنوع وتتوزع على بصيلات الشعر مما يحفز على النمو، بالإضافة إلى أنه يحسن الدورة الدموية في فروة الرأس باستخدام كمية من الزيت مع الزعتر، وفرك المزيج على فروة الرأس يسهل وصول العناصر الغذائية إلى فروة الرأس ويشجعها من نمو الشعر وجعله أكثر صحة ولمعانا. يساعد أخواتي إخواني زيت الزعتر العطري
في علاج ترقق الشعر أو تساقطه، بالإضافة إلى جعله كثيفا ولامعا، ويحافظ كذلك على قوته من التساقط، ويعالج قشرة فروة الرأس لما له من خواص مضادة للبكتيريا. فالزيت العطري للزعتر ينظف الأوساخ من فروة الرأس كلها، وهو فعال جدا في علاجه. فغالبا ما تستخدم هذه العشبة كعنصر أساسي في مادة الشامبو لعلاج فروة الرأس. الآن بماذا ننصح عند الطهي بالأعشاب؟ نعلم أخواتي إخواني اختلاف نكهة الأعشاب مجففة عن نكهة الأعشاب الطازجة. فمن علقة صغيرة واحدة من الأعشاب المجففة تساوي 4 ملاعق صغيرة من الأعشاب الطازجة، وهذه قاعدة عامة. ربط الأعشاب المفرومة والمختلطة في أكياس صغيرة، خاصة إذا كان استخدامها يوميا وبشكل منتظم. كذلك احتفاظ بعض الأعشاب مثل إكليل الجبال والأزير والبقدونس والمعدنوس بطعمهما أثناء عملية الطهي، ويمكن إضافتها في البداية. تلاشي كذلك نكهة الأعشاب المجففة مع مرور الوقت، لذا يجب التخلص من هذه الأعشاب بعد 12 شهرا. وفي الأخير، حتى يصلكم كل جديد مفيد لنا ولكم ولكل من يحيطنا بكم من أقرباء وأصدقاء، أن تقوموا فضلا وليس أمرا بالاشتراك في القناة ووضع إعجاب للفيديو وكتابة تعليق حتى نستفيد جميعا، والضغط على أيقونة الجرس حتى يصلكم إشعار بموضوع جديد. وحتى لا أطيل عليكم، أتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى موضوع آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.